أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. Assalamu alaikum, my all brothers and sisters around the world. Welcome, marhaban bikum al-jami'. My YouTube channel, Quran Host, Mudif al-Quran al-Kareem. Now we practice Surah Nuh, verse number 15, insha'Allah ta'ala, with tajweed, word by word. If you need Quran teacher for your children, for yourself, then you contact me anytime from any country. Shukran jazeera. Now we start. Please subscribe the channel. Other channel, Quran Digital USA, subscribe both channels. Shukran jazeela. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam taraw kayfa khalaqallahu سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا
وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين ولا تزد الظالمين إلا ضلالا إلا ضلالا وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا for watching. My brothers and sisters, please subscribe the channel Quran Host and Quran Teacher USA 2 channels. Both channels, please subscribe. If you need online Quran teachers for your children, then contact me. Male and female teacher available in time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.